التحول الرقمي في الحكومات. يقدر عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم بحوالي 3.5 مليار شخص، وفي سنة 2015 أمضى المستخدم العادي وسطياً ما يقارب 91 دقيقة يومياً على هاتفه النقال. بالإضافة إلى ذلك، تم تنزيل 75 مليار تطبيق من نظامي أندرويد وآي أو إس على الأجهزة النقالة حول العالم، الأمر الذي جعل استخدام الأدوات الرقمية كمدخل للوصول إلى طيف أوسع من الخدمات هو العادة الجديدة. ويشير التحول الرقمي عموماً إلى تغير على نطاق واسع تطبق فيه التكنولوجيا الرقمية ضمن تركيبة اجتماعية محددة في المجالات كافة. وعلى وجه الخصوص، فإننا نلمس الأثر الأكبر للتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتليه مجالات التعليم والنقل والمواصلات والشؤون الدولية والتنمية الاقتصادية. وبهدف مواكبة الطلب على تحسين خبرة المستخدمين، على الحكومات أيضاً أن تنتهج سياسة التحول الرقمي ضمن مؤسساتها. ومن المنظار الحكومي، فإن التحول الرقمي هو عملية إحداث التغيير الشامل الذي يطال جميع وظائف العمل الحكومي. ويشكل الطلب من جانب المواطنين الدافع الأول والأساسي للتحول الرقمي ضمن مؤسسات الحكومة، تليه في ذلك المخاوف المالية، إذ أفاد 56% من المستجيبين على استطلاع جهات القطاع العام البريطاني بأن تلك المخاوف هي السبب الرئيسي لانتهاج ذلك التحول الذي غالباً ما يكون دافعاً وتحدياً في آن واحد. ومع أن الاستثمار الأولي يشكل في الغالب العائق الأكبر في طريق عملية التحول الرقمي، فإن 82% من المؤسسات تنظر إلى التكنولوجيات الرقمية بوصفها فرصة أيضاً. ولكي تستعد الحكومات بشكل أفضل لعصر تكنولوجي متقدم يتمحور حول المواطن، من الضروري أن تتجاوز مجموعة من المعوقات، من بينها الاستراتيجية والقوى العاملة والثقافة. الاستراتيجية: إن أي نجاح للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية يتأثر بشكل كبير بالاستراتيجية الرقمية التي تنتهجها، ولا تمتلك سوى 14% من المؤسسات المصنفة في المراحل المبكرة من طور النضج الرقمي استراتيجية رقمية واضحة ومتماسكة، في حين تتمتع 86% من المؤسسات التي بلغت نضجها الرقمي باستراتيجية رقمية قوية، غالباً ما تعنى بكيفية إشراك المواطن في آلية التحول الرقمي ليكون جزءاً لا يتجزأ منها. فعلى سبيل المثال، عملت وزارة المالية الأمريكية على إشراك المواطنين في عملية التحول الرقمي من خلال إجراء استبيانات استطلاع نسبة رضاهم عن أدائها عبر شبكة الإنترنت، ومن خلال النشر الدوري لإنجازاتها الرئيسية على وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التنظيم الدوري لجلسات حوار جماعي وإطلاق المسابقات لدعوة المواطنين الأمريكيين لتطوير الجيل التالي من تطبيقات الأجهزة المتنقلة التي من شأنها أن تساعدهم في بناء مستقبلهم المالي. القوى العاملة: يتطلب التحول الرقمي معرفة فنية خاصة وفطنة في العمل وروحا تعاونية وريادية لا تتوفر بالضرورة لدى موظفي القطاع الحكومي. ولتجاوز هذه العقبة، لجأت الحكومات إلى أساليب مختلفة، إذ نظمت وزارة العمل والتقاعد في بريطانيا معسكرات تدريبية رقمية لمدة 6 أسابيع، بينما منحت وكالة الخدمات الرقمية الأمريكية 18F طواقم مشاريعها سلطة توظيف المواهب الرقمية. الثقافة: تسمح الثقافة التي تنظر بإيجابية إلى التحول الرقمي بتطور سلس وتشارك في البناء والانفتاح على الأفكار القادمة من خارج المؤسسة وبالتعهيد الجماعي للأعمال، وكذلك باعتماد منهج الرصد السريع للفشل لمواجهة احتمالات المخاطرة. أما الثقافة الراهنة القائمة على التمسك بالكمال وتجنب أي مخاطرة، إلى جانب التردد حيال القيام بأي أمر يحتمل الخطأ وحيال خطوات التطوير غير مضمونة النتائج، فتشكل بالنسبة لكثير من المؤسسات الحكومية عقبات على طريق التحول الرقمي. ومع ذلك، فبمساعدة برنامج التحول الحكومي للمملكة المتحدة على سبيل المثال،
نجحت الحكومة بتخطي تلك العقبات من خلال تجزئة المهام إلى خطوات أصغر منها قابلة للقياس مع تتبع تلك الخطوات حتى النهاية، الأمر الذي سمح لها بالتأسيس لثقافة رقمية قوية ورؤية استراتيجية شاملة لعملية التحول الرقمي. وهكذا فقد تعهدت الحكومة في يناير كانون الثاني 2013 بأن تنجز التحول الرقمي في 25 خدمة من خدماتها الأساسية في غضون 400 يوم، وذلك من خلال تبسيط تلك الخدمات وجعلها أكثر وضوحاً وسرعة، الأمر الذي أفضى تلقائياً إلى تحولها إلى خدمات رقمية. وفي المحصلة فإن نجاح أي جهاز حكومي في إنجاز التحول الرقمي سيعتمد على ما سيظهره هذا الجهاز من مرونة وقدرة على التأقلم مع الثابت الأساسي للعصر الرقمي الحديث، ألا وهو التغير بحد ذاته. إن التطور الرقمي المستمر قد تراه بعض الأجهزة الحكومية مصدر قلق وخطر، إذ إنها من موقعها الثابت ستشهد البيئة الحكومية من حولها تتغير وتتحول، أما البعض الآخر فسينظر بإيجابية إلى هذا التطور ويستفيد مما قد توفره البيئة الرقمية الجديدة، ويعيد تصور خدماته ويطور طريقة تعامله المباشر مع المتعاملين باستمرار، مما يؤدي إلى نموه وازدهاره.